لاباس عليكم، كلشي بخير. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي، ماشي بحالي. المهم انا نشارك معكم اليوم واحد الخبر اللي جاني في حال الصعيقه. اول حاجه، بعدا اليوم صبحت على تهديدات في اليوتيوب، صبحت على تهديد في التعاليق، نخليه لكم هنايا. درت الاجراءات القانونيه هذا الصباح، هذا خديت الاجراءات القانونيه باش نتفادى اي حاجه وغنسدو هذا الموضوع هذا. المهم الخبر اللي نزل عليا بحال الصعيقه، المهم قدر الله ما شاء وفعل، الحمد لله. على كل حال، انني دابا شي تقريبا شي جوج سيمانات دائما فين ما كنبغي نعس كنحس بالحريق، الحريق الحريق في العمود الفقري. كنقول ماشي مشكل، ربما غير درت شي مجهود ولا درت شي فوق. زعما انا من داك النوع اللي واخا يصاوب ليا بنادم الحاجه، واخا مثلا عندي شي حد عاوني وقاد ليا شي حاجه، كنوض كيخصني نعاودها لراسي، ما كنرتاحش. المهم وجات على راسي بزاف فاش مشيت للطبيب، لدرجه ان هاد 3 ايام الاخرانيه واحد الالم لا يحتمل. مشيت للطبيب، انا كنت شاكه في جوج ديال الحوايج، كنت قلت زعما غايقول لي شي حاجه بسيطه ولا البرد ولا سيرتو. انا ماما فاش نقولها شنو شنو نقول لها وغير البرد، انت ما كتلبسيش انت. سيرتو انا من نهار اللي بدا الصيف ما بقيتش كنعس فوق المطلع في الناموسيه، وليت كنفرش هنايا في الصالون حيت عندنا الصالون شويه بارد والبيت مزموت. الوغ زعما قالت لي ماما البرد ما كتفرشيش مزيان ولا شي حاجه، قلت لها لا بالعكس كنفرش مزيان. ولكن ملي مشيت تفاجات ان الطبيب تعصب عليا، غوت عليا من حقو، علاش؟ حيت انا من دوك الناس اللي ما كنرتاحش وكنجهد راسي اكثر من القياس. و كنجهد راسي اكثر من القياس وما عنديش ديك القضيه ديال هذه ثقيله عليا ولا هذه ما نقدرش نديرها، لا كنحاول وكندير مجهود وكنهز ثقال، كنجر اي حاجه من بلاصتها. كيف ما قلت لكم واخا يصاوب ليا الانسان شي حاجه كنحاول نصاوبها. عرفتي عادي المسكين كيعيا معايا كيكون هو مقاد ليا شي حاجه ولا مصايب ليا شي حاجه في الدار، كيلقاني نايض كنعاود كيقول لي وا لا اله الا الله ما كترتاحيش وما كتعطيش الراحه لراسك والو. انا هكا دايره، ما حتى في دارنا هكا دايره، نهز البوطه تكون عامره تكون خاويه، المهم اي حاجه اي حاجه كنت كنقضيها على راسي ما كنتسناش. كنقدر نمشي نطلع البوطه من التحت، كيكون حاط البوطه عامره لتحت، ولا نمشي نهبط البوطه من الفوق، راه جوج يعني دو طاج تمايا والو ما كنرتاحش. كنتفاجئ ان الطبيب قال لي عندك مشكل في العمود الفقري، عندك عويجات في العمود الفقري. عندي مشكل على جوج ديال المرات، عندي مشكل هنايا، وداكشي علاش بزاف ديال الناس منين تيشوفوني تيقولوا لي ياك ما عندك المشكل ديال الضفاري، راه باقي ماما ما صايبتهمش، ياك ما عندك المشكل ديال لي كواتر، راه ماشي لي كواتر، حيت انا عندي مشكل في العمود الفقري. فري انا كنت فين ما كنكون هكا محنيه اولا كنتفرج شي حاجه هكا ولا كنكتب ولا شي حاجه كان كيجيني واحد الالم هنا، كنت كنقول عادي وهادشي راه من زمان، حتى في ايامات القرايه وداكشي كان عندي داك الالم، كنت كنقول عادي ما عمري مشيت للطبيب. تفاجات ان هنا العمود الفقري يعني اعواج للجهه الاخرى، العكس ديال كيف كيكون طبيعي. تفاجات ان عندي عوجاج في العمود الفقري هنايا في اسفل الكتف، الجنب بحال هكايا. المهم نوريكم لي غاديو اللي درت. ما عرفتش الصراحه العلاج دابا خرج ليا انه الراحه، ما خصنيش ندير حتى شي حاجه، ما خصنيش ندير شي مجهود، ما خصني ندير حتى شي حاجه. والترويض عطاني شهر ديال الترويض وعطاني الراحه، وديك الساعه منين غادي نعاودو لي غاديو نعاودو السكانير وداكشي مورا هاد الشهر ديال الترويض ومورا الراحه، عاد غنعرفو شنو خاصنا نديرو بالضبط. مازال دابا ما قال لي حتى شي حاجه، مازال ما عرفناش شنو الحل. المهم بالنسبه للعنق كيف ما قلت لكم هنايا، ما عرفتش واش كيبان ولا لا، كبر الصوره هنايا عندي مشكل. وبالنسبه هانتوما شفتوا نورمالمون العمود الفقري ديال الانسان الطبيعي كيكون هكا للجهه الاخرى، انا عندي العكس ولا مايل لهاد الشيء يعني ولا هكا خارج لهنايا.
فوالا. ايوا وعندي هنايا العوجاج كيف ما قلت لكم، هنايا راه باين واضح هادشي اللي كاين. المهم نتمنوا من الله الخير، و ما عرفتش الصراحه شنو كيفاش غتكون الامور، ولكن انا راه ما اللي فيا ما مهنيني. دابا راه عندي واحد الصمطه اللي كنديرها باش كنقدر زعما نبقى في واحد الطريقه هكايا جالسه ولا متكيه، وما اللي فيا ما مهنيني. وانتم عارفين مع بيبي صغيره ما يمكنش ما تحركش، ما يمكنش. دابا ممنوع عليا نهز السيليا، ممنوع عليا نجر شي حاجه ثقيله بحال هكا، ممنوع عليا بزاف د الامور. يعني ما كنمارسش حياتي الطبيعيه عادي. وانا من دوك الناس اللي كنحس بالخنقه ملي كنكون مثلا هكا ما خصنيش ندير شي حاجه، بحال مخنوقه، بحال عندي فوبيا من انني نبقى جالسه هكا ستابل. ما خصنيش نبقى جالسه، خصني نبقى نتحرك، خصني ندير هادي نقاد هادي. ما قدرتش الصراحه. وانتم عارفين راه الانسان في شي بلاصه اللي بعيد على عائلته كيحس بحال هو في الغربه، واخا حنا في نفس البلاد ولكن كتحس بالغربه، لان بحكم ان ما كاينش اللي غايجي لينا. فريد كاع انا هداني الله وجلست زعما وما كندير حتى شي حاجه. شكون اللي غادي يقاد بنتي؟ شكون اللي غيلبسها؟ شكون؟ وانتم كتعرفوا الدراري صغار تبارك الله ما شاء الله مشطونين، سلامتها مشطونه، ماشي شي بيبي اللي كيجلس ولا شي حاجه. لا خصها تجري، خصها مره تجي تقول لك كالا هزيني، كتقول لي هزيني ما كنقدرش بزاف ديال الامور، وكنبغي نبدل ليها لاكوش ما كنقدرش بزاف ديال الامور. لان دابا راه فين ما كنتحرك اولا كنهز شي حاجه بالجهد اولا غير نطوي ظهري بحال هكا كنحس بحال واحد الضو كيقسم ليا ظهري، راه واحد الاحساس لا يحتمل. سورتو فاش كنبغي نعس بالليل عاد داك الالم كيتزاد، عاد داك الالم ما كيتزاد وكيعطيني واحد الحريق. ما كنلقاش راحتي لا الناس على ظهري لا نتك على جنبي، والو ما كنلقاش راحتي نهائيا، لدرجه انني وليت كنعس بحال هكا، كندير المخاد بحال هكا، يا كنحط المخاد بحال هكا وكنعس بحال هكا، كنقول يا ربي غير يديني شويه ديال النعاس، كنغمض عيني بحال هكا كنقول غير نرتاح شويه، والو داك الالم والو. اليوم نهار الثاني باش استعملت الدواء، الطبيب كنت عنده البارح كنت عنده البارح واليوم استعملت الدواء، واخا هكاك بالليل راه شنقول لكم لا اله الا الله وصافي. المهم خرج ليا 4 ديال التويت كنظن، واحد ديال المعده والاخرين نشاركهم معكم. المهم بالنسبه للتريتمون اللي خرج ليا الطبيب، جات سيليا دارت ليا الاراره، ما راكم عارفين اللي عنده بيبي صغير ما يمكنش ليه يبقى جالس واخا يبغي. انا راه كنت كنكون كنموت مريضه وكنوض، خصني نطيب لا ما تاكل، خصني نبدل ليها، خصني كل مره كتقول لك جبدي ليا هاد ليستوار ديري ليا هادي. المهم انا نشارك معكم نوريكم الدواء اللي خرج ليا الطبيب. انا كنحيد هذوك الكينات وداكشي كنديرو في دوك البوطات الصغيرين باش كيبقاو مرتبين ليا ديال الصباح وديال العشيه. هادي ديال المعده عندي فيها وحده في الصباح كناخذ، خرج ليا هادي كنظن ديال الحريق فيها جوج، وهاد كولتراكس هادي حتى هي جوج، وهاد شنو سميتها كليبال حتى هي جوج. هادو هما اللي خرج ليا وشهر ديال الترويض. الا لقيت نشوف الغابور ديال الطبيب وديكشي، الا لقيت تصاورهم حيت عند عادي في الطوموبيل ما عنديش دابا في الدار، نحطهم لكم هنايا باش تفهموا الترويض كيفاش وعلاش. والمشكله ان السونتر ديال الترويض ما كاينش شي واحد هنا قريب ليا اللي زوين. هنايا كاين واحد السونتر ولكن ما فيهش داكشي اللي يهضر عليه هو. ما عرفتش الصراحه شنو غندير، غنبقى نهبط للتمارين يوميا، غتجيني شويه صعيبه هي نورمالمون عندي شهر ديال الترويض باش نبقى نهبط للتمارين، غير خصني على الاقل اللي جلس ليا مع سيليا في الدار ما يمكنش ليا نديها. المهم امور مخربقه، ان شاء الله غنشوف الحلول ونتمنوا من الله الخير. ايوا هادشي اللي كاين، هادشي علاش غبرت. البنات كيسولوني علاش ما حطيتيش لي ستوري، علاش ما حطيتيش لي شورت في اليوتيوب، علاش ما حطيتيش لي فيديو في التيك توك، هادشي علاش غبرت، هذا هو السبب. وكيف ما قلت لكم اليوم في الصباح عاوتاني راه واخا مريضه واخا عيانه واخا على قبل هاد التهديد اللي خليت لكم انايا، راه مشيت درت الاجراءات القانونيه وصافي. هادشي اللي كاين قدر الله ما عندنا ما نديرو، الحمد لله على كل حال، وان شاء الله نتبع الترويض ونتبعته وان شاء الله نرجع حسن. هادشي اللي كنتمنى من الله، و
كنتمنى غير ما يزيدش يخلعني الطبيب، حيت فريمون هضرتو خلعتني، قال لي راه ما يمكنش، راه وصلتي لواحد المرحله ديال بحال زعما الشكل ديال باش واكلها السنسول باش واكلها العمود الفقري، يعني كيبان بحال كبر من العمر ديالي، فوالا بحال هكا كنبان بحال كبر من العمر ديالي، بحال ما عرف شنو كنت كندير، كنضرب تماره بزاف ولا ما نعرف شنو. المهم انا كيف ما قلت لكم انا ماشي شي تماره، ولكن انا من الناس اللي ما تنجلش ما تنعش بالنهار، ما كنرتاحش بالنهار، خصني غير نتحرك لدرجه انني من واحد الوقت ما بقيتش كنصور لي فيديو، كنقول مثلا اليوم خملت هذا البيت هذا، وما كنبغيش اللي يعاونني، تيقول لي عادي عيطي على شي مره اللي تعاونك، وهذا واخا كتكون معايا المراه، انا كندير الحاجات اللي فيهم لي فوق، انا في شكل نقدر كاع حتى طيب ليا مسكينه هي الامور وتقدم، وخصني نوض نعاود، ما عرفتش علاش انا هكا دار فيا الله، ما عرفتش علاش، وشي حاجه اللي سميتو كنجرها نقدر نخمل بوحديتي، كنوض نقول مثلا اليوم خملت الصالون، لغد لي نخمل بيت سيليا، لغد لي نمشي لبيت النعاس، لغد لي نمشي للكوزينه، ما كنرتاحش نهائيا، نقدر في يومين ولا في نهار نجمع جوج ديال الحوايج نخملهم، جوج ديال البلايص نخملهم، وتقول تقول 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 خرج عليا. انا ما كنتش كنحمد الله، ما كنتش لدرجه ان عادل تيقول لي بلاتي شي واحد يهز معايا هذه، ولا انا كنت كنهز معاه الثلاجه، نهز ماكينه الصابون، نجر لافيسيل، نجر اللي كان ما كنتش الصراحه كنعطي الراحه لراسي، ما كنتش كنرتاح نهائيا، ما كنتش كنقول لا هادي راه ما خصنيش نديرها ولا عندك، ولا ما كنتش كنخاف، كنقول صافي انا راه غنبقى ديما هكا صحيحه، ولا ما عرفتش شنو كان الصراحه كيدور لي في دماغي، بقيت عاطيه داك الجهد جهد جهد، حتى جبتها في رضامي كيف ما كنقولوا، حتى جبتها في راسي. ماما تقولها لي، تقول لي ردي البال عندك شويه عليك، هادي هادي هادي، لدرجه ان النهار اللي كنا غاديين عند الطبيب انا راه كنت ألم بالليل ما كنعسش، النهار اللي كنا غاديين عند الطبيب انا باش نهبط من الدروج عادي كيسايني في واحد البلاصه بعيده خصني نمشي عنده في الطاكسي، هبط من الدروج، هبط مركبه سيليا في ظهري، ومن هنايا حتى للطاكسي تقريبا راه واحد 10 دقائق على رجليا، حيت ما لقيتش لي بيتي طاكسي، تخيلوا مشيت مركبه هازه بحال هكا في ظهري، وغدا انا وياها كنهضروا في الطريق، وهازه واحد الشنطه ديالها اللي تندير لها فيها لي كوش وداكشي ديالها كله، مشيت مركبها حتى للطاكسي، يعني انا راه مريضه وما مهنيني حال، ما لا اله الا الله وصافي. ودابا راه كنشوف الصالون كنقول عاوتاني خص الزرابي يتبلو، خص انا خص عاد بلا مشطار راجيم صافي، خصني نولي نغمض عيني على الشقاوه حق الله العظيم. ودابا منين بديت كنرد البال كنلقى راسي راه غير ملي كندير شي حاجه هكا كيضربني داك الضو، وانا كنت كندي زعما جمون فون، ماشي مشكل دابا يحيد دابا يمشي دابا، حتى جبتها في عظامي. المهم هادشي اللي كاين، دعواتكم معايا ان شاء الله يكون خير، وان شاء الله ما نحتاجش لشي اوبيراسيون حيت غير مخيفه، كلام الطبيب ما كيطمنش، كنتمنى من الله ان شاء الله الخير، ودوز الامور كامله بخير وعلى خير بلا ما نوصلوا لشي حاجه تخايبين، وان شاء الله ان شاء الله املي في الله كبير، وان شاء الله يدوز كل شيء بخير وعلى خير. نهاركم مبروك احبابي، والسلام عليكم.